في خطوة تهدف لتعزيز المنتج الوطني، أقامت وزارة الصناعة والمعادن مؤتمرها الأول للترويج عن منتجاتها التي افتقدتها الأسواق العراقية منذ أعوام عدة على أرض معرض بغداد الدولي، وبرعاية من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. ويأتي مؤتمركم هذا في ظرف مهم وحساس، ليس في تاريخ الصناعة الوطنية والمشكلات المؤسفة التي تواجهها، وإنما في جوانب كثيرة أخرى، ومنها الظرف الاقتصادي والمالي للبلد، وهو ظرف يؤكد ما نقوله عن أهمية النهوض بالقطاع الصناعي. إن الانهيار السريع الذي حصل بأسعار النفط يدق ناقوس الخطر لاقتصاد العراق. للأسف اقتصادنا تحول إلى اقتصاد ريعي، والآن حان الوقت لمجابهة هذه المشكلة وعدم التهرب منها، بل يجب علينا أن نوضع الحلول الناجزة ونشخص المشكلة. مشاركة وزارة الصناعة في جميع منتجاتها يهدف إلى رفد المواطن بكل ما يحتاجه من مواد وسلع، وعدم الحاجة إلى المنتجات الأجنبية التي تكلف البلاد مبالغ طائلة. هذا برنامج احنا ماشيين به يعني، وعندنا دراسة كاملة خاصة عن منتوج الجبن المطبوخ بالنسبة للألبان والقطاع الخاص، سوينا دراسة كاملة ومرفوع على أمانة مجلس الوزراء لغرض الحد من استيراد الأجبان المطبوخة للبلد. أنتجنا كل معروضاتنا، وإن شاء الله نغطي قسم كبير من حاجة السوق المحلية وحاجة المحافظات والوزارات بمنتجاتنا، واحنا نتمنى ان الكل المواطن يشجع الانتاج العراقي ليكون رافدا للاقتصاد العراقي. عمل الشركات المحلية بطريقة التمويل الذاتي عده مختصون في وقت سابق سيؤدي الى خسارتها بوصفها لا تستطيع ايفاء رواتب موظفيها، لكن الانفتاح اليوم على الشركات المحلية ربما سيكون له الدور في سد حاجة البلاد وعدم الحاجة الى المنتوجات والبضائع المستوردة، ما يعزز من رصانتها ماديا. من بغداد ضياء حاتم، المدى.